السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معايا كاملين فيديو جديد ووصفة جديدة. كنتمنى ديما الأمور ديالكم تكون بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. اليوم إن شاء الله جيتكم بوصفة رائعة بزاف، غادي تشكروني عليها إلا حضرتوها. فغادي نحضر لكم إن شاء الله الدجاج مشوي بلا فحم وبلا ملحة، كيجي روعة روعة روعة. وغادي نقولها لكم بالمصطلح اللي معروف عندنا في المغرب، هي غادي تلحسوا صبيعاتكم موراها الدجاج. فكنتمنى فعلا نجربوه. كيف كتشوفوا معايا كيجي الدجاج طايب، كيجي فتي بزاف، والبنه خطيره خطيره بواحد التتبيله اللي غادي نوريكم. واخا التتبيله اللي هي بسيطه ولكن راه كيجي رائع. ان شاء الله تجربوها اخواتي، ما تنسونيش بلايكاتكم، مشاركه الفيديو مع العائله والاصدقاء. ودابا يلاه معايا تعرفوا على المكونات ديال هذا الدجاج. ودابا غادي نبداو على بركه الله في تحضير الوصفه ديالنا. اول حاجه كتاخذوا الكميه اللي غادي تناسبكم او اللي غادي تكفيكم بالنسبه للعائله ديالكم. فانا بالنسبه لي خديت هكا نص ديال الدجاجه، الجهه اللي كتكون هكا في الاسفل. فهنايا الدجاج فغادي نوريكم ان شاء الله في الاخر ديال الفيديو باش هكا الاخوات اللي ما بغاوش يشوفوا فغادي تفرجوا غير في الوصفه ديال هاد الدجاج اللي كيجي هكا مشوي في الفران. اما بالنسبه للاخوات اللي بغاو يعرفوا الطريقه اللي كنغسل بها الدجاج، فبصراحه كتحيد منه ديك الزفوره بواحد الطريقه اللي رائعه بزاف. ان شاء الله في اخر الفيديو اكيد غادي نشارك معكم الطريقه ديالي اللي كنغسل بها الدجاج. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا، فبالنسبه للدجاج خديت النص كيف ما شفتوا معايا، نص ديال الدجاجه بالنسبه للجهه ديال السطر. فانا كنحتفظ به هكا باش كنعمر به الوصفات اللي كتكون مالحه. بالنسبه للتتبيله اللي غادي ندير، فكندير هكا تقريبا واحد نص معلقه ديال السكينجبير، عفوا نص معلقه ديال المطرد. وخديت هنايا القشور ديال الحامض، فبصراحه ما كانش عندي الحامض متواجد في الدار. نتوما الا عندكم كتحكوها كحامضه كامله، كتحكوا القشره ديالها. بالنسبه ليا فخديت من المركز اللي كان بقى ليا ديال الحامض، خديت هاد القشور اللي كنحتفظ بهم كنستعملوهم في الكيك، خديتهم وشللتهم مزيان في الصفايه ودرتهم. المهم ضروري انكم ديروا كميه شويه كثيره ديال القشره ديال الحامض. ما عنديش كيف ما شفتوا معايا، ما عنديش كيف ما ذكرت لكم الحامض، فدرت واحد شويه ديال الخل، درت شويه ديال السكينجبير، كنضيف هنايا واحد شويه ديال البزار كيف ما كتلاحظوا معايا. الى عندكم اخواتي الخرقوم البلدي ديروه، انا ما كانش متواجد عندي، سال عندي، فشحال من حاجه سالت عندي هذا النهار. المهم ماشي مشكل، نقضيو باللي عندنا في الدار. فدرت شويه ديال الزعفران كيف ما كتشوفوا معايا، ولا الملون الاصطناعي. صافي، من بعد كندير كميه قليله ديال الملحه. كيف كتعرفوا راه القشور ديال الحامض كيكونوا شويه هكا مالحين بالنسبه للمطرد حتى هي. صافي، وغادي نضيف هنايا كيف ما شفتوا معايا شويه ديال الربيع، تقريبا واحد جوج معالق كبار اللي كيكونوا عامرين. كنضيف هنايا تقريبا واحد 4 ديال الفصوص ديال الثومه اللي حكيتهم بالحكاكه الجهه اللي كتكون هكا رقيقه. الى عندكم ثومه بودره فكديروها. وهنايا حكيت نص بصله صغيره. وكيف ما كنقول لكم دائما بالنسبه للبصله، الا درتوها هكا في الفران مع الدجاج فكتجي رائعه بزاف، كتعطي واحد اللذه ليا خطيره. فانا خديتها وحكيتها حتى هي بالجهه اللي كتكون هكا رقيقه. صافي، وكنضيف كميه ديال زيت الزيتون باش هكا الدجاج ديالي يجيني صحي ولذيذ بزاف. واخا انا كيف ما ذكرت لكم درت فيه هذاك الملون الصناعي، فحاولوا نتوما ديروها هكا الخرقوم البلدي عفوا. صافي، غادي نخلط مزيان هاد الشرموله كيف ما كتشوفوا معايا. واخر حاجه غادي نضيفها هي شويه ديال الزعتر. بالنسبه للزعتر فغادي ندير واحد شويه تقريبا واحد 4 معلقه صغيره مطحونه، وغادي ناخذ واحد الكميه اللي هي قليله، غادي نحاول هكا نحكها في يديا وغادي نضيفها على التوابل او لهاد الشرموله. ومن طبيعه الحال عندكم اليازير فكديروها، عندكم ورق سيدنا موسى ديروها، المهم اي اعشاب منسمه فتقدروا ديروها في هاد الدجاج، كتعطي الدجاج واحد اللذه اللي هي زوينه بزاف. صافي، هنايا بعد ما كيف ما كتشوفوا معايا، بعد ما هكا خلطت مزيان هذيك الشرموله، فكناخذ هكا الدجاج كنحاول نتقبو بواحد الموس باش هكا الشرموله كتخليه مزيان في الداخل وكيجينا لذيذ. وبالنسبه للدجاج هنايا فانا كنت عاد خديتو وبيته ليله كامله وعاد غسلته. فبالنسبه لهاد الدجاج انا مازال ما نشفش عندي، فيفضل انكم تخليو الدجاج ديالكم ينشف مزيان من هذاك الماء اللي كيكون فيه. عاد كتصوبوا من طبيعه الحال في هاد الوصفه، والا بغيتو هكا تشرملو الدجاج ديالكم وتحتفظوا به ليله كامله اولا ديروه في الصباح حتى العشيه، ديروه في الثلاجه هو مشرمل باش هكا كيتشرب ليكم. فبالنسبه ليا انا فغادي نخدم به مباشره، غادي نشرملو وغادي ندخلو مباشره للفران. صافي، من بعد كناخذ ديك الشرموله وكنحاول هكا ندخل مزيان هذيك الشرموله ما بين الجلده
كيف ما كتشوفوا معايا، واللحم ديال الدجاج حاولوا تشربلوه مزيان باش هكا كيف ما ذكرت لكم يجيكم لذيذ بزاف. وكيف ما ذكرت لكم حاولوا تدخلوا مزيان ديك الشرموله ما بين الجلده هكا واللحم، وغادي نقلب هاد الدجاج وغادي نعاود نشرملو من الجهه الاخرى باش هكا كيف ما ذكرت لكم كيجي الدجاج ديالكم كامل مشرمل بهاد الشرموله اللي درت معكم. وان شاء الله في الاخر ديال الفيديو ملي غادي نشارك معكم الطريقه اللي كنغسل بها الدجاج، فانا غادي نذكر لكم واحد الحيله اللي وليت كندير ونفعتني بزاف ملي كناخذ الدجاج كيفاش كندير ليه. فان شاء الله خليكم حتى الاخير ديال الفيديو باش هكا تكتشفوا معايا الطريقه اللي وليت كندير الدجاج في الغسيل ديالو، فبصراحه كيسهل عليا كنغسلو بكل سهوله ما كيعذبني ما حتى شي حاجه. صافي نيه بعد ما شرملت مزيان الدجاج كيف ما ذكرت لكم حاولوا هكا تخليوه يا اما ليله كامله كيشرب هاد الشرموله، او لا كديروا ليه من طبيعه الحال كديروه في الصباح وكتحتفظوا بها هكا في الثلاجه حتى العشيه عاد كطيبوه. وحتى الا جايينكم ضياف اخواتي فتقدروا ديروا هاد الدجاج مشوي غادي يحمر لكم الوجه، فكتاخذوا الدجاجه ديالكم وكتحاولوا انكم تحلوها من الجهه ديال الظهر ديالها ماشي الجهه ديال الصدر، وهكا كتحل لكم وكتولي بهذه الطريقه اللي كتشوفوا معايا دابا هذا النص التحتاني فكيولي هكا حتى الجهه ديال الصدر حتى هي مفتوحه بهذا الشكل. صافي بالنسبه للطريقه ديال الطياب فكناخد هكا ورق الزبده، الا ما عندكمش فكديروا هكا واحد اللطه اللي كيكونوا الجوانب ديالها طالعين، ولكن من الافضل انكم ديروا هكا ورق الزبده الا عندكم. حتى الا ما عندكمش هذا فكتمشيو عند مول الحانوت وكتاخذوا عنده داك الورق اللي كيدير فيها هكا الزبده، الزبده د العبار فاش كتمشيو عنده راه كيدير عليكم في واحد الورقه حاولوا تطلبوه، اولا كديروا هذاك الورق اللي كتجيبوه فيه هكا في المخبزات كتجيبوه فيه هكا الخبز اولا الحلويات اولا بتيبا، فحتى هو غادي يقضي لكم الغرض. صافي كنوضع هكا كيف ما شفتوا معايا الدجاج كنوزع عليه ديك الصلصه اولا ديك الشرموله اللي بقات عندي في الزلافه. صافي وكنغطي بهذا الشكل كنتاكد ان الا طلق هذاك الزيت اللي كيكون فيه اولا شي ما فما غاديش يخرج ليا. صافي وغادي ندخلو الفران يطيب على عافيه اللي كتكون متوسطه، تقريبا درت الفران ديالي على درجه حراره 180، كنخلي الدجاج حتى كيطيب وكيتحمر وغادي نخرجو نوريكم الشكل النهائي ديالو ففعلا كيجي روعه. انا الدجاج بعد ما خرجته من الفران فانا دخلته هكا مغطي وخليته حتى حليته قدامكم دابا شوفوا معايا كيفاش كيجي محمر، تقولوا حليته عليه ودهنته بالزبده اولا بالهريسه فبصراحه كيجي رائع رائع. وكيف ما شفتوا معايا حاولت هنا نقرب لكم شوفوا معايا كيفاش كيجي هكا محمر وراه كيجي طيب، فحاولوا كل مره تحلوا عليه وكتحاولوا انكم تدخلوا هكا غير واحد الموس الا بان لكم هكا الدجاج ديالكم طاب فصافي كيكون عندكم واجد. فانا بالنسبه ليا كيف ما شفتوا معايا راه هكا راه طايب مزيان. صافي غادي نحطوه هكا في الطبق اللي غادي نقدم فيه ان شاء الله، ففرشت ليه هنايا واحد شويه ديال هذا الخس كيف ما كتشوفوا معايا وغادي نحطوه ففعلا كيجي رائع بزاف. وكيف ما ذكرت لكم تقدروا ديروا هذا الطبق للضيوف ديالكم الا جايينكم، فكديروا هكا بحال دابا جوج دجاجات اولا ثلاثه اللي كتحلوهم من الظهر وكتوضعوهم في الفران حتى كيتشواو لكم هما والخضار. ان شاء الله غادي نشارك معكم فيديو اخر باش هكا الفيديو ديال اليوم ما يجيكمش طويل بزاف، فان شاء الله غادي نشارك معكم طريقه باش تحضروا خضر في الفران بلا ما تقليوهم وكيجيو حتى هما لذادين بزاف، فهما اللي درت ان شاء الله في هذا الطبق ديال اليوم فحضرتهم وراني صورت لكم هاد الخضر اللي كتجي هكا مشويه في الفران فبصراحه حتى هي كتجي لذيذه. ان شاء الله كيف ما ذكرت لكم تسناو مني الفيديو ديال هاد الخضر. صافي غادي نكمل الطبق ديالي ديال اليوم ونوريكم الشكل النهائي ديالو. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق اللي حضرت لكم اليوم، كيف كتشوفوا معايا كيجي واحد الطبق اللي مفيد صحي بزاف، فكل شيء خدمناه كيف ما شفتوا معايا بطريقه اللي هي صحيه بلا قليب بلا حتى شي حاجه، وكل حاجه كتبقى بالفوائد ديالها والفيتامين اللي فيها. فكنتمنى فعلا اخواتي انكم تشاركوا هذا الفيديو مع العائله والاصدقاء وتخليوا لي لايكاتكم الا كنتم مازال ما خليتوش لايكات لهذا الفيديو، خليوها ليا هي وتعاليق زوينه ديما هكا كتشجعوني بها.
ومرة اخرى غادي نوريكم كيفاش كيجي الدجاج ديالنا، راه كيجي هكا فتي ولذيذ. كيف كتشوفوا معايا هذيك الجلده اللي كتكون في الفوق، فحتى هي كتجي هكا متبله وكتجي محمره. فإلا كنتو حتى نتوما بحالي كتحمقوا هكا في الدجاج اللي كيجي هكا محمر، تاكلوا هذيك الجلده الفوقانيه فكتجي لذيذه حتى هي. صافي كيف كتلاحظوا معايا راه كيجي الدجاج ديالنا طايب، واخا انا كيف ما ذكرت لكم غسلته في نفس النهار وفي نفس في الصباح، اصلا غسلته وشربلته ودخلته مباشره الفران يطيب. نتوما حاولوا كيف ما ذكرت لكم تخليوه هكا حتى كينشف لكم، فاكيد غادي يخرج لكم احسن من هذا. ودابا غادي نشارك معكم ان شاء الله الطريقه اللي كنغسل بها الدجاج. فاول حاجه ملي كنجيب الدجاج فاكيد كناخذه وكنديرو في الثلاجه كيبات ليله كامله، ما كنغسلوش في داك النهار لانه كيصعب عليكم باش تغسلوه. فكتجي الجلده ديالو كتكون سخونه ورهيفه بزاف، فكنخليه كيبات ليله كامله. من بعد كناخذ هكا البانيو اللي كنغسل به دائما الدجاج، كنغسل فيه الدجاج، فكندير فيه هكا كميه ديال الماء، كندير فيه هكا شويه ديال السكنجبير كتكون بزيد، شويه ديال الملح بزيد، وكندير اخواتي دقيق الفرص. فهاد دقيق الفرص كيجي رائع في الغسيل ديال الدجاج، صدقوني جربوها وغادي تعجبكم بزاف، وغادي تولي طريقه اللي هي معتمده عندكم. فكندير هكا تقريبا واحد 3 ديال المعالق، فكل دجاجه كندير فيها غير معلقه كبيره. دابا ملي عندي 3 ديال الدجاجات فكندير هكا 3 ديال المعالق. وكيف ما شفت معايا في الاول انا درت هكا القشور ديال الحامض، فبالنسبه للحامض ملي كنجي كنحضر هكا العصير اللي كنطحن فيه بحال دابا هكا حامضه كامله اولا جوج ديال الحامضات اللي كنحيد لهم العظم ديالهم، كنطحنهم مزيان مع الماء في موليليكس وكنصفي هذاك العصير. كناخذ هاد القشور ديالهم ما كنرميهمش، كنحتفظ بهم هكا ملي كنبغيهم نغسل بهم الدجاج. صافي هنايا بعد ما خلطت هاد المكونات كامله غادي نخلي الدجاج ديالي مرقد تقريبا نص ساعه حتى لساعه، كل ما خليته يرقد كل ما كيسهل عليكم تغسلوه. صافي هنايا بعد ما خليت هاد الدجاج منقوع كيف ما ذكرت لكم نص ساعه حتى لساعه، ماشي مشكل قد ما خليته قد ما كيسهل عليكم انكم تنقيوه، وفي نفس الوقت راه كيتملح لكم الدجاج. فكناخذوا اخواتي وكنرش عليه هكا شويه ديال الملح بعد ما صفيتو شويه من هذاك الماء اللي كيكون فيه، وكندير عليه القشور ديال الحامض. فحتى حاجه ما كنضيعها ملي كنعصر هكا حامضه اولا جوج حامضات، فكناخذ ديك القشره ديالهم ما كنلوحهاش، كنديرها في البلاستيك وكنوضعها في المجمد وقت ما بغيت نغسل الدجاج حتى هي كنجبدها. صافي وكنبدا كنغسل الدجاج ديالي بطريقة العاديه، راه تبارك الله راه كلكم حادقات وكلكم كتعرفوا هكا تنقيو الدجاج ديالكم. وغادي نحاول هكا كيف ما كتشوفوا معايا بالنسبه للدجاج ملي كنجيبوه، فكنخلي الدجاج هكا تكون كامله والدجاج الاخر سواء كانوا عندي 4 دجاجات اولا 5، فدائما كنخلي وحده هكا صحيحه الا بغيت ندير هكا الدجاج محمر، والباقي فانا كنقطعو هكا على حسب هكا الطياب اللي كنطيب هكا يوميا. هنايا كيف كتلاحظوا معايا فكنحاول هكا نزول هذوك الجنيوحات، فكنحتفظ بهم كندير فيهم هكا وصفات، يا اما كنقليهم هكا بلا شابلوغ ان شاء الله غادي نشاركوا معكم فيديو اخر، اولا كنديرهم هكا في لي بات الا كنت غنطيب هكا الشعريه مطيشه، اولا غادي نطيب هكا الرز فكنلوح فيهم هاد الجنيوحات اولا الكبده ديال الدجاج العنقه. المهم كنعزل كل حاجه هكا في بلاستيكه وقت ما احتاجيتهم في اي وصفه فكنجبدهم. اكيد هنايا غادي نكمل معكم كيف ما شفتوا معايا، فغادي نحيد اول حاجه كنحيد هادو، كنحيد حتى العنق غادي تشوفوا معايا غادي نقطعو. وبالنسبه للصدر ديال الدجاج فبصراحه شحال هادي كنت كنديرو هكا في المرق اولا في الطويجنات، وبصراحه في هاد الاخر ما بقيتش كنستعمل الصدر ديال الدجاج في الطويجنات، فدائما كنحتفظ به هكا الا كنت بغيت نحضر هكا وصفات اللي كتجي هكا بحشوه اللي كتكون مالحه فكنستغل هذاك الصدر ديال الدجاج. وبالنسبه للرجيلات واللي كيتبقى ليا هكا من الدجاج فاكيد هو اللي كنبقى كنديرو هكا في المرق. صافي هنايا كيف ما شفتوا معايا بعد ما حيت هاد الجنيوحات فغادي نقطع حتى العنق بنفس الطريقه. فهنايا واخا الموس ما كانش عندي ماضي مزيان ولكن غادي نحاول هكا نقطعو. وكيف ذكرت لكم حاولوا حتى حاجه ما ترميوهاش بالنسبه للعصير اللي قلت لكم، فحاولوا انكم تبقاو ملي ديروه تصفيوه وتحتفظوا بهذاك القشر اللي كيبقى لكم. فبالنسبه ليا غادي نشارك معكم دابا بسرعه العصير اللي كندير، كيجي منعش خصوصا في هذا الجو اللي كيكون هكا سخون. فكناخذ هكا حامضه اولا جوج على حسب نتوما اللي بغيتو، كتحاولوا هكا تغسلوها مزيان من هذاك التراب اللي كيكون فيها، ومن بعد اخواتي كتقطعوها هكا على 4 اولا قطع اللي كتكون مربعات صغيره،
كتحيدوا ليها كاع دوك العظومه اللي كيكونوا فيها في الداخل. فهاد العظومه اخواتي راه هما اللي كيخليو لينا العصير كيجي مر. صافي من بعد كتحاولوا هكا توضعوه في مولينكس وكديروا فيه الماء، كميه ديال الماء تقريبا 1 لتر ديال الماء، وكطحنوه مزيان. من بعد كتصفيوه اخواتي في صفايه، وهذاك القشر هو اللي كتحتفظوا به باش كتغسلوا به الدجاج. اما بالنسبه لهذاك العصير اللي كتكونوا صفيتوه كتعاودوا ترجعوه للخلاط ديالكم الكهربائي، كتضيفوا ليها كوريقه نعناع اولا الفريز، اي حاجه نتوما بغيتو، عندكم الفريز، عندكم النعناع، المونغ، اي حاجه اللي كتواتها هكا مع الحاجه اللي كتكون حامضه فتقدروا ديروها. كنزيد كميه ديال السكر، بغيتوا تضيفوا ساشيه ديال الفانيلا ضيفوها، وكطحنوا الكل وكتحصلوا على واحد العصير اللي كيجي رائع بزاف. صافي هنايا غادي نحاول نكمل التنقيه ديالي، ودائما بين الجلده كيف ما كتشوفوا، وديما حاولوا تحيدوا هكا واحد الجلده راه كتكون هكا ما بين الجلده واللحم، كتكون هكا واحد الحاجه حاولوا تحيدوها باش هكا اخواتي كيتنقى لكم الدجاج مزيان. صافي هنايا كيف كتلاحظوا معايا بعد ما غسلته مزيان بالملحه والحامض فانا شللته وخليته هكا باش يقطر، وكيف كتلاحظوا معايا راه كل حاجه زلتها بالنسبه للدجاجه صحيحه خليتها، الكبده والقلب كيف ما كتشوفوا معايا والجنيوحات عزلتهم حتى هما رجيلات بوحدهم. وهنايا الصدر ديال الدجاج اللي كيف ما ذكرت لكم كنخليه هكا بالنسبه للوصفات اللي كتجي مالحه. وبهكا كنقول لكم وصلنا لنهايه ديال الفيديو، وكنشكركم كاملين على المشاهده ديالكم، لايكاتكم، شاركوا الفيديو مع العائله والاصدقاء، وكيف ما ذكرت لكم خليو لي لايكاتكم لانها كتفرحني هي، والتعاليق الزوينه اللي كتخليو لي اسفل الفيديوهات. كنشكركم مره اخرى، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر مع وصفه اللي تكون هكا لذيذه صحيه وتكون ناجحه 100%. وكيف ما ذكرت لكم تسناو مني الفيديو ديال الخضر اللي كتجي هكا بدون قلي، كتجي طيبه في الفران بواحد التتبيله اللي كتجي حتى هي رائعه بزاف. خليتكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.